السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ناظم الدرويش. واليوم عندنا بريف مستوى بي ايس بلوس. البريف هذا موجود بالكتاب، كتاب البي ايس بلوس، وعبارة عن كتابة ايميل لصديق اسمه ريتشارد. هذا الصديق عنده مشكلة، عم يدور على شقة او فونجي ماينشافت السكن المشترك وما بيلاقي، وسائل اكثر من صديق لكن دون جدوى، وسألك وانت لازم نجاوبه. البريف هذا موجود بالصفحة 41 من كتاب بأينس بلوس بروفليش. ما هو الصعب وممكن يستفادوا الطلاب او الاشخاص اللي راح يقدموا البأينس، ممكن تستفاد منه. راح اترككم مع البريف، بتمنى اذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك في القناة وتحط لايك وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. وبعتذر عن الإنارة، بعتذر عن الإنارة والظل اللي عم يظهر على الوراق. الحقيقة أنا ماني في البيت واستغليت الوقت اللي أنا هلأ فيه وحبيت أصور لكم هذا الفيديو. بترككم مع البريف وبتمنى تستفادوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله. هلأ عنا نص البريف. Sie haben durch einen Arbeitskollegen von einem Zimmer in einer Wohngemeinschaft in Wien erfahren. إنه أنت اكتشفت من صديق لإلك بالعمل إنه شقة بسكن مشترك بفيينا، داس فرايفيرد، إنه راح تكون فارغة أو راح تكون يعني فارغة. ماخن زيزيش نوتسن تسودين دراي بونكتين، انه يعني اكتب شيء عن الثلاث نقاط التاليه. تسايجن زي فيرشتاندنس فو ريتشاردز بروبليمي، يعني ابدي تعاطف مع مشكله ريتشارد. فراجن زي اوب ريتشارد اوخ اينه فونونج تايلين وورد، انه اسأل ريتشارد ما إذا أنه بده يشارك أو ياخد قسم من الشقة. ما خنزي أينين فروش لك، أنه عمل اقتراح فور دي نيكستين شغيتي، أنه عمل اقتراح للخطوة التالية. ورح نروح للبريف أو الإيميل. هلا عنا بالبريف ليبر ريتشارد، يعني عزيزي ريتشارد، في جيتس ديا، انه كيف حالك؟ ايش هوفي داس اس دي اجود جيت، انه انا اتمنى انه تكون بحالة جيدة. ايش كان دايني بروبليمي جود فيشتهن، انه انا استطيع فهم مشكلتك بشكل جيد. استوت مير زير لايت، انه انا بتأسف كتير. داس دو noch keine Wohngemeinschaft، هذا اختصار للفون جيمينشافت، يعني السكن المشترك، انه انا بعتذر كتير انه انت لحد الان ما لقيت سكن مشترك. gefunden hast، dass du noch keine Wohngemeinschaft gefunden hast، انه انا بعتذر كتير انه انت لحد الان ما لقيت سكن مشترك. ich weiß schon، انه انا بعرف منيح او حقا بعرف حقا. das am Anfang alles schwierig schwierig ist، انه كل شيء بيكون في البداية صعب. am Anfang، يعني انه في البداية. weiß du، تعرف، يعني مثل نحن عنا بالعربي نقوله بتعرف. das ist von einem Arbeitskollegen von einem Zimmer in einer Wohngemeinschaft erfahren habe، انه انا اكتشفت من صديق بالعمل غرفة بسكن مشترك بفيينا. هلا ايش بون الشيء اللي اكتشف؟ داس اس فرايفرت، انه اللي راح تكون فارغة. هلا ايش مشتي فيسن، انه انا بدي اعرف اوب
ما إذا دو أوخ أين وونونج تايلين مشت إست، إنه أنا بدي أعرف ما إذا أنت بدك تايلين مشت إست تاخد جزء من الشقة. تايلين فعل يقسم أو يقسم أو هيك. وين دو ويلست، إنه لما أنت بدك كان إيش دي كونتاكت داتن فوم فيرميتا بيتن، إنه لما أنت بدك بستطيع أنا إنه أطلب من المؤجر معلومات الاتصال أند ميت ديا، ومعك إنه بستطيع كمان معك سودير فونونكس بيزيشتيكونج جيهن، إنه بحسن بروح معك على المعاينة، معاينة الشقة. هلا روف مش أن، اتصل فيني أند زاك ميا دايني ماينونج، إنه قلي رأيك. فيندو دي فونونج مشتست، عندما تريد الشقة. النهاية إش فارتي أوف دايني أنتفورت، إنه أنا أنتظر ردك أو جوابك. ليبي جروسي ناظم الدرويش. انتهى الفيديو لليوم، بتمنى تستفادوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.